بهذا الطريق كلش حلو، حاب اشوفكم اياه وتشوفوه تقولوا لي وين. اريدكم تحذرون السرعه الجايه امشي بيها ايش قد. ماشي، السلام عليكم يا شباب. موضوعنا اليوم هو عن اجازات السوق، شلون تسوي اجازه او شلون تجددها او هذن التفاصيل ان شاء الله كلهم راح اوضح لكم اياهم، لان اني قبل كم يوم بدلت الاجازه مال السوق مالتي، يعني جددتها. طبعا الاجازات مال السوق، اذا انت طبعا راح ابدي بالاجازه اللي واحد ما مسوي بعده. اذا انت ما مسوي اجازه بعدك تحتاج تروح راسا فحص نظر ورا فحص النظر تقدم استماره تقدم استماره الكترونيه، وبعدين تروح تفحص نظر، او بعد فحص النظر تقوم تراجع مديرية المرور الخاصة اللي بإجازات السوق. تصير أنا بمحافظتي تصير ببابل بمنطقة يسموها أبو خستاوي، خوش هناك الدوام المسائي لتجديد الإجازة والدوام الصباحي لمنح إجازة جديدة، يعني اللي ما عنده إجازة وعمره أكثر من 18 سنة يقدر يسوي إجازة بكل سهولة. الطريقة شلون؟ تقدم مثل ما قلت لكم، تفحص نظر بالمستوصف، ورا اسبوع راح تطلع النتيجة تلقاها رأسا بمديرية المرور. تقديم الاستمارة سعرها 10,000 او 5,000 او مجانا، انت وحظك. شلون مجانا؟ تقدمها لمديرية المرور راح تستلمها مجانا، وهذا الشيء ماكو. وبال 5,000 دائما تلقى الاشارة ما عنده وضعيفة او مقطوعة وما راح تحصلها بصعوبة. وبالعشرة آلاف شو كنت ما تروح تلقى الاستمارة موجودة وتقدر تقدم الاستمارة بكل سهولة، أو تأخذ الاستمارة مالتك وتروح تفحص نظر، ورا أسبوع ترجع للمرور اللي هي فرحهم بأبو خستاوي. إذا أنت الإجازة مالتك تجددها تقدر بس تجدد، أو تقدر تسوي تغيير فئة. شلون تغيير فئة؟ مثلا إذا أنت كنت تسوق عمومي، العفو خصوصي، تقدر تسوق عمومي يعني تسوي الإجازة مالتك عامة، خوش تسويها عمومي. هناك ايش قد تكلف؟ إذا أنت الإجازة مالتك عمومي راح تكلفك 125,000 بالمرور، وإذا الإجازة مالتك خصوصي تكلفك 65,000 بس، خوش، وتلحق هم هناك 35,000 تصير عليك ب 95,100,000 تكلفك. بس اذا الاجازه مالتك عمومي مو خصوصي، يعني حولت فئه، راح تكلفك 125 ويلحقها 35، تصير عليك ب 160 او ب 170 ويا الاستنساخات والصور وهذا السوالف مال المرور. بالنسبه اللي يسوي اجازه اول مره، يعني اجازه جديده، اللي تحتاجه انه انت تعرف السوق، واحتمال يختبروك بسيارة غير عادي او سيارة اوتوماتيك. بصراحة هاي التفاصيل ما اعرف، انا بوقتها من اختبرت، يعني قبل تقريبا 5 سنوات من اختبرت بسيارة غير اوتوماتيك اللي هي سيارتي الشخصية. وراها قام يخلون بيكم نيسان يختبرون بيها، يختبرون بالبيكم نيسان غير عادي. فبرا هاي الفترة الناس قامت تشتكي، يابا احنا سياراتنا غير اوتوماتيك، انتوا جاي تختبرونا بغير عادي، فجاء تصير الشغلة صعبة علينا حيل. فمدير المرور العام قال اي واحد سيارته غير اوتوماتيك يختبر بغير اوتوماتيك، اي واحد سيارته غير عادي يختبر بغير عادي. بس هذا الحكي ينطبق على مديريات المرور كلها؟ ما اعرف. على محافظة تختلف عن محافظة همين ما اعرف. اتمنى تكتبونا بالتعليقات على مود الناس تراجع التعليقات، وتعرف كل واحد محافظته شنو تختبر وشنو الصعوبة والسهولة بها. تابعوا التعليقات شباب. شباب حبيت افيدكم بهاي المعلومات القليلة، هسه راح اخلي لكم مقاطع فيديو من طريق ان شاء الله يعجبكم. حلو،
ويا موسيقى حلوة. تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله يعجبكم. يا شباب هذا الطريق كلش حلو، حاب أشوفكم إياه وتشوفوه تقولوا لي وين. وأريدكم تحذرون السرعة الجاية أمشي بيها شقد ماشي. شباب السرعة 120 او الشارع يبين هيجي لان الشجر قريب عليه فتبين السيارة دا تمشي حيل سريع. هاي بامريكا كانك شوارع همين هيجي يعني اعراض والناس تمشي بيها سريع، زرعوا شجر قريب على الشارع نفس هاي الفكرة على مود الناس تحس السيارة تمشي سريع فتقلل سرعتهم. زين ان شاء الله الفكرة واضحة شباب. أريد قلولي هذا الشارع وين بالضبط.